ما معنى اسم إبراهيم؟ اسم إبراهيم من الأسماء التي اختلف عليها المؤرخون بين عربي أو كردي. هو من الأسماء المحببة عند العرب ولها أثر جميل في نفوسنا لأنه اسم خليل الله النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أصل إبراهيم من مدينة كوثة وهي بالقرب من الكوفة، ومع تغير اللهجات أصبح للاسم عدة اشتقاقات مثل إبراهام وأبرام وأبرهة. يعتبر اسم إبراهيم من الأسماء المعظمة بسبب معناه المفخم. تعرفوا على معنى اسم إبراهيم، هو اسم علم مذكر مركب عربي وكردي الأصل. ورد في القرآن الكريم في سورة كاملة تسمى على اسم نبي الله إبراهيم، وهي سورة إبراهيم، سورة مكية، وعدد آياتها 52 آية. ذكر اسم إبراهيم 69 مرة في القرآن في 25 سورة. معناه في اللغة العربية هو أبو الجمهور أي الجماعة، وإبراهيم في الأصل هو مأخوذ من كلمة أبرام ومعناها الأب رفيع المقام أو الأب المكرم. معناه عند الأكراد أنه مركب من بر الأخ وهام الصخر، وبمعنى أخو الصخر. يقال أن هذا المعنى جاء من صنعة أبيه أو عمه، وهي نحت الصخر لصنع التماثيل. من صفات حاملي اسم إبراهيم أنه حنون قادر على تحمل المسؤولية، تقليدي يحب العيش والهدوء، ولكنه عصبي يهدأ بسرعة.